السلام عليكم. كنتواجدوا الآن بالمنزل ديال واحد الضحية اللي تم الاغتصاب ديالها من طرف واحد السيد اللي كبير في السن. غنبقاو مع البنت ضحى، ياك هتعاود لنا بنتي شنو وقع لك؟ يلا دار قولي شنو وقع بنتي، كيفاش كان؟ لا سروال هو تعيط سروال تيقول لي دور وجهك الحمارة الكلبة، يعني كي دخلك البيت وكيقول لك دور وجهك الحمارة الكلبة. ايه زيد وفوقاش هادشي خصك تعاودنا، دابا حنا جينا عندك. وفين كتكون ماماك؟ كنكون ناعسة. كتكون ناعسة وكان كيهدك بالموس؟ ايه. ولا شنو كان كيقول لك؟ عاود لنا. هو تعيط سروالي انا تحيد لي سروالي وتيقول لك دو وجهك وجهك الحمارة الكلبة. ماما كنت تكون ها؟ ماما كنت تكون تكوني ناعسة سيزني من تحت منك تديني البيت. هو تعيط سروالي انا تحيد لي سروالي وتيقول لي دو وجهك الحمارة الكلبة. واخا وملي داك في الغابة ضحى شنو هزلك؟ هزلك الموز؟ شنو كي دارلك ماما؟ هايدا بابا ندير لك هايدا. ايه جنى شنو قلتي لها؟ اه شنو قلتي لها نتايا؟ قلت له خليني نمشي عند ماما. اها قالت لك لقيتي عند ماما عند بحالك. ايه واخا ومني داك الغابة سمعت بانك داك شي مرة الغابة؟ اه داك شي مرة الغابة؟ اه عاودنا كيفاش داك الغابة وفي شنو قال لك عاودي ما تخافش دابا انت كتهضر معانا. ملي داك الغابة كيفاش في الصباح خرجك وماماك فين كانت؟ كانت باقا ناعسة؟ ايه. اه ومشيتي معاه؟ ما مشاش معاه هو اللي هزني. هزك واخ وداك مزيان. ودابا نتينا شنو كطالب حقك؟ اه شنو خصك دابا نتينا؟ خصك والو مزيان. واخا بلاتي ضحى باغا حقك. واخا بنتي ما تكونش صغيره ما تكونش دابا دازت ضحى. دابا نهضروا مع الام ديال الضحيه اللي تم الاعتداء عليها وعاد تشوفوا المعاناه الحقيقيه ديال كيفاش البنات الصغار كيتم الاعتداء عليهم في صمت، وكاين جهات معينه اللي كتدخل من اجل طمس الحقيقه. الهدف ديالنا من هذا المباشر هو ان نسلطوا الضوء، رغم ان هذه القضيه دي وقعت تقريبا اكثر من سنه، كانت في الدرك الملكي ديال الجمعه الميمونه. كنطلبوا من الناس ومن الناس اللي كيشوفوا هذا اللايف انهم يوقفوش ويتفاعلوا مع هذا المباشر من اجل الوصول الى الحقيقه للكل كينشد، لان هذه الحاله تم الاكتشاف ديالها ليله امس من طرف جمعيه اللي كتشتغل من اجل التدخل من اجل المشردين في مدينه العرائش. اليوم كنتواجدوا من اجل تكميلات والتفاعل مع هذاك النداء اللي كانت وجهته رئيسه الجمعيه. الشريفه شنو الاسم ديالك؟ سميتي زهرة. زهرة تعاود لنا بوما البنت خافت والله يحسن العون ما تقدرش تقول هذاك الشيء اللي ولا ما عرفاش ولا ما فهماش، بينك تحطنا في الصوره شنو وقع بالضبط. هذا الراجل انا كنت خديته خداني بالدار ديالي انايا، دخل لها المام دخل لها الضو تنخرج نترزق الله على ولادي باش ما نوكلهمش الحرام. تزوج بيه جا واحد السيد قال لي زهرة تزوجي بيه هو يتيم وانت يتيمه ستري راسك. جيت انا قلت ماشي مشكل، تزوجت بيه درت العيد من عندي الكاغت من عندي 13000 درهم ما خليت ما درت معاه. في الاخر منين حملت معاه ولت معاه هاد العيب مشى اساس للعيبه. واخا والطريقه ديال الاغتصاب يعني باش الناس اللي كيتبعونا خصهم يفهموا ان اللحظه اللي اكتشفتي بان البنت تم الاغتصاب ديالها وقلتي بانك مشيتي عند واحد الطبيب ومشيتي عند واحد الجمعيه ولجأتي للقضاء، بغينا هذه المرحله بالضبط، يعني هي مرحله دقيقه ومن بعد المسائل الاخرى كامله كتجيب مع 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 الوقت. يعني انت عندك شهاده طبيه ديال البنت فينا؟ يلا زكم بخير عطوها لي. هذه شهادة طبية مسلمة
من طرف طبيب. كاين الرقم ديال الملف، رقم ديال الملف هذا اللي معروض او اللي كان في محكمة الاستئناف بالقنيطرة الغرفة رقم 1 عند قاضي التحقيق، ملف عدد 414/17، واللي تحدد الجلسة ديالو نهار 5/7/2017 27/9/2014 المشتكية زوجة المتهم. الشكاية أولا الحكم، عندنا وثائق لي أولية اللي ممكن من بعد أن يوقع التفاعل معها. هنا محضر ديال الدرك الملكي، محضر البحث التمهيدي، هادو وثائق كنا نديرهم دابا في إطار التعريف بالملف. وهناك موضوع شكاية تتعلق بالاعتداء بالضرب والجرح والتهديد بالقتل. كملنا الوقيته اللي مشيتي عند الطبيب ومشيتي للمحكمة الاستئناف، هاد المرحلة اللي بغينا نعرفو بالضبط شنو؟ أنا مشيت عند الطبيب، دوزت لبنتي عند الطبيب الأول، عند الطبيب الثاني، عند الطبيب الثالث. منين دوزت ليها أنا ما بغاش السيد نتا التقليد ديالي، منين دوزت ليها الطبيب قال لي زولها البكرة ديالها. مشيت لدارنا، منين مشيت لدارنا قالوا لي ادعيه، مشيت للدار ديالنا، مشيت للمحكمة، منين مشيت للمحكمة صايبوا لي هذاك الشيء في البرا، قالوا لي هذه ديها الجدارمية، نيشان الجدارمية. جيت انا خرجت عليها فوتوكوبي ديال الشهادة الطبية وديتها للجدارمية. منين ديتها للجدارمية جا واحد السيد خدام في واحد سميتو رئيس قروية، رئيس جماعة قروية، اش من جماعة؟ جمعة لالا ميمون. جمعة لالا ميمون، ما نذكروش الاسماء، انا كنمازال كنأكد ان رئيس جماعة قروية سابق، سابق ديال جمعة لالا ميمون. هادشي في 2017 ولا فوقاش كان؟ 2017 شهر 6/1. واخا كمل لالا. هي هذيك جا عيا عليا تنازل على الدعوة، انا ما بغاش نتنازل، انا ما بغاش نتنازل على الدعوة. مشى السيد ما تشدش 24 ساعة ما تشدش فيها، خرجوه ومشى للدار ديالي جلس، وانا بقيت جالسه في الزنقه. يعني بقيت معاه نقدر نقتلو ولا شي حاجه، اللهم بعد. يعني انك انتينا تم الاعتداء على بنتك، وفي نفس الوقت بناء على ذلك المشكل اللي وقعك بينه وبينه انه خرجتي من دارك. خرجت من داري، يعني انت ضحيه على جوج جهات. ورغم يعني عن ذلك سيجي حاليا تيهددني تيقول لي عطيني دراري وباغي تلحق على السير، والله لا خليتها فيك، تيقول لي انا عندي اوباما، ولو تدعيني ولو ديري لي درتي راك ما شدينيش، ما شديتينيش في الاول ما شديتينيش في الاخر. هذا نداء ديال الام، تم الاعتداء على الام بنت ديالها، وتم الاعتداء على الحق ديالها الثاني اللي هو السكن ديالها، واضطرت انها تهرب من مدينه سوق الاربع ياك من الجمعه ديال ميمونه، وتجي لواحد البيت في المدينه القديمه مدينه العرايش، وتضطر تعيش في واحد الظروف سيئه جدا من اجل انها تربي وليداتها. ودابا حاليا شنو كدير اختي؟ يعني شنو العمل ديالك؟ شنو كنخرج على متسوله وصافي، عاد كنخرج نترزق الله على ولادي باش ما نخرجش عليهم الحرام. قمه ديال الحقره والقمه ديال الظلم، ناس مسؤولين كيتدخلوا من اجل حمايه واحد شخص متهم او لا مشتبه في انه اغتصب واحد البنيته عندها 6 سنين، اللي هي كانت 4 سنين هي اللي كانت الاصل ديالها. هنا كنوجهوا نداء للجمعيات اللي كتهتم بالاطفال والجمعيات اللي كتهتم بهذه المواضيع بحال هذا، انها تساند هذه السيده اللي هي الزهره اللي مازال كتطالب حقها، ومازال كتطالب على انها تكون وموضع اهتمام بعد ما حد اللي كان. شحال وانت مزوجه به؟ زوج به في 2017، يعني عم دوزتوش مع